مرحبا بكم مره اخرى في الماتينال. تو باش نبداو في الاجواء، مره هذه باش تكون اجواء رياضيه، مش باش نبعدوا برشا على الكوتش ايمان اسفيلمي. معنا مدام رايا بنجيزة اللي هي منظمه ومتكلفه بالاتصال التظاهره الرياضيه الدوليه اولترا ميراج اجريد. مرحبا بك مدام رايا. وبيك عايشه، شكرا على حسن الاستضافه، وانا فرحانه ياسر اللي رجعت بحديكم مره ثانيه. مرحبا. مره الاولى كانت وقت العيد وتوا عيد لا رونتري سكولير دونك عيد مزيان ياسر ومحليكم. ان شاء الله يكون عيد، نحسوا عيد كبير برشا، هذاك اقوى من العيد الكبير على خاطر. عيد مزيان وشهر سبتمبر ان شاء الله يكون مبروك على تونس كلها، شهر فيه تاريخي. تاريخي ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي. ومعنا كيف كيف سي نجد خلفاوي، هو رئيس مصلحه الاتصال بالاداره العامه للشباب في وزاره الشباب والطفوله. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك ومرحبا بكل متتابعي برنامج الماتينال. مرحبا. انا قلت شباب وطفوله، شباب ورياضه. يا حسره شباب ورياضه باش تراوني انا من عام قداش حاسينو به تينال. بينا نرجع نحكي مع مدام رايا بنجيزة باش تحكي لنا، راهو مش واحد ياخذ القرار، راهو سي نجد هو قال ليديز فيرست، دونك باش احقاق للحق. باهي اوكي، يعطيك الصحه سي نجد. دونك مدام رايا نحكيو على التظاهره هذه اولترا ميراج في الجديد، وقتاش وكيفاش وعلاش خممتوا فيها الحكايه هذه؟ اولترا ميراج الجريد هي اولترا ماراثون، سباق صنف 100 كيلومتر جري على الساقين، دونك العاب القوى. الدوره هذه هي ثالث دوره اللي باش تصير السنه في 28 سبتمبر نهار السبت اللي جاي. اولترا ميراج سي ان ايفينمون انترناسيونال، باش يحضروا فيه السنه اكثر من 200 مسابق، 25 جنسيه جايين من العالم الكل. نجم نسمي لكم عباد جايه من المغرب، روسيا، اوكرين، الجزائر، فرنسا وايطاليا وانجلترا، برشا منهم جايين من انجلترا، وهذه حاجه مهمه ياسر للسياحه الصحراويه والوحيه. عباد جايه من بلجيكيا، بولونيا، عمان، دنمارك، ايران، حتى من ايران عندنا نساء جايين ابطال من ايران جايين باش يجريوا في تونس. هذه معناتها باش نوريكم اللي احنا توا في تونس عندنا ما نقولوا كمان في كوتي اورغانيزاسيون ديفينمون سبورتيف. On a des gens de Suède, du Portugal, d'Afrique du Sud, de Cap Vert, de Malaisie. Donc, on a une très belle présence internationale. Ce n'est, alhamdoulilah. C'est un événement qui va avoir lieu fi fatra tarikhia en plus. Donc, ahna fakharin yasser l'organisation de l'événement hadi. Ala khatir yori li ahna fi Tunis qadrin n'amlou des événements internationaux avec des standards, des normes. On jibou fihom des athlètes li houma ma'roufin, des élites runners. Ana abtal jayin min Maghreb kima l'akhwa Rachid Mohamed المرابيتي اللي هما ربحوا ديجا على الناول، عندنا السويدواز اليزابيث بارنس، النرويجي زندري امدال، بشرى لونغدان كي سكاندناف اوسي. دونك عندنا ابطال، عندنا او موان اون ديزان دو سبورتيف دو فرانس. عندنا فريدريك دو لا نوفيل اللي هو معروفه ياسر، معناتها هذه فريدريك دو لا نوفيل نون سيلمون سي ان تري غران اتليت، ان روبورتور في بي اف ام تي في، مي اون بليس كان هو الناطق الرسمي نتاع وزاره الداخليه في فرنسا، وهذا معناتها رمز يوري اللي احنا في تونس اون ان بي دو سيكوريتي، اون بو اورغانيزي دي زيفينمون كوم سا في توزر. وعلى ذلك انا جو فودغي اون بروفيتي باش نشكر ولايه توزر، ولي توزر والامن والحرس والشرطه اللي كل وقفوا معانا، اي سورتو عندنا ما نساوش الدور المهم ياسر نتاع لي ديليغاسيون ريجيونال، دونك المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه والمندوبيه الجهويه للسياحه اللي وقفوا معانا. وعندنا دعم كبير ياسر من الديوان الوطني للسياحه ويعطيهم الصحه كو في تونس في فرنسا. في بالي مش لازم نسالك، جاوبتي على التنظيم وعلاش وكيف وشكون حاضر؟ على خاطر احنا ان ايفينمون باسيون دو باسيون، احنا ثلاث سنين توا نخدموا عليه ليفينمون هذا. انا حاسه بالحق محلى كيفاش تحكي على ليفينمون هذا، كيفاش عطيته من وقتك وكيفاش فرحانه انك وصلت عملت حاجه بالكاليتي هذه وبالمستوى هذا. بالحق عندك الحق تحكي انا مانيش وحدي وتشكر وتمجد. احنا فريق كامل كبير اللي يترأسه امير بن قاسم، هو اللي جاب لنا الحلمه هذه نتاع الهبله، الهبله نتاع الجري في الصحراء، واللي خلق ليفينمون هذا ولمنا لكل عائله من بناته. وإحنا يجي 10 عباد نخدموا معناتها في جمعيه اولترا ماراثون تونيزي عام كامل باش ننظموا التظاهره هذه اللي هي تعطي صبغه مزيانه لتونس. دونك سي ان تروك الماراثون حب تقول ما تويكا ما عادش فما حتى حد يتفرج فينا ويحب يشارك، ما عادش عنده الحق توا. توا احنا سكرنا تسجيلات من 5 اوت اللي فات، دونك وصلنا على ذاك 200 مسابق عندهم الدوسارات نتاعهم، التامينات تاع الاسيورونس نتاعهم اللي هي شركه اللي تامن بينا وهي اللي تقدم السباق.
السباق، عندنا معناتها اوبالما اللي هو يعطينا الدعم في الماء، خاطر ذكركم اللي احنا في الميتين المسابقة هذوما اللي باش يجري ويستحقوا، كتبتها باش ما ننساش 30 ايترا في ال 100 كيلومتر باش يشربوها باش ما يسون با ديزيدراتي، سو كي في كو نو زالون افوار بوزوان دو 12330 ليترا بالما واتر اللي هي باش تهدي هنا باش الناس الكل ما تموتش بالعطش في الوسط خلاف اللي قاعدين وخلاف اللي توت لورغانيزاسيون. احنا لورغانيزاسيون افيك لي كورور افيك الصحافه الوطنيه والدوليه اللي باش تحضر معانا افيك لي في اي بي افيك لي بارتنير افيك الشخصيات اللي جايين من الوزاره ومن معناتها المنطقه الكل كلنا 500 شخص، دونك عبينا زوز وتلة واللي هي حاجة مهمة ياسر للسياحة الصحراوية والواحية، تعرفوا اللي توزر معناتها عايشة انكريز معناتها، وأي فرصة تكون باش تحيي المنطقة هذية بتظاهرات رياضية ولا ثقافية ولا مهرجانية حيها هذيك هي معناتها حاجة بها، والعباد في توزر يسهلوا له كل شيء راهو كان حبيت. دونك أنا نشجع الناس الكل باش يمشيوا يستثمروا في توزر. نهار 28 سبتمبر في توزر الانطلاق باش يكون وقتاش ومنين حتى الفين، واسكو انا كان كمشجع نجم نحضر والا لا، اسكو عاملين خط للعباد باش تتبع ولا لا، السيكوريتي نتاع باش يجيب لي زاتليت اسكو فما ولا لا، عندكم تكلفه صحيه سورتو عندنا هليكوبتر على الاقل من الفوق خيرات ربي. الوغ عندنا لا سيكوريتي والحمد لله، عندنا واقفه معنا كما قلت لكم الجيش والحرس والشرطه نتاع توزر اللي هما اذا سيكوريتي كيلومتر نتاع السيركوي نتاعنا. عندنا الفيلاج دو كورس اللي انتم تتفرجوا فيه اللي هو الانطلاق والقدوم معناتها البوان داريفي البوان دو ديبار نتاع لا كورس اللي موجود في الديكور نتاع حرب النجوم في نفطه في عنق جمال، الناس الكل يعرفوه. دونك اي مواطن تونسي اللي يحب يجيب صغيراته ويتفرج في ليفينمون هذاك ويشجع العباد يعرف اللي هو محلول هذاك، سي غراتوي يجي يتفرج يصفق. احنا لو بار نتاع لا كورس 7 نتاع الصباح، دونك لازم واحد يقوم بكري باش يشوف الزين نتاع الصحراء، ومن بعد لي بروميي اتليت لي شامبيون يبداو يجريو هذاك 100 كيلومتر في اقل من 8 سوايع، دونك يخلطوا شي مع ماضي 3 نتاع العشيه، لي زيليت يبداو ياخذوا ماضي 3، ومن بعد البقيه الكل نتاع لي كوغور يخلطوا في الليل. دونك في الليل احنا عندنا انيماسيون دي جي يخلطوا وفما الماكله وفما الشتيح وفما الرجيح، معناتها يعني فما انيماسيون نهار كامل غادي كاكسبيرتاسيون وتقعد تستناو للاخراني ولا ما يمكنش بيان سور. وعندي انا حكايه باش نحكيها لكم باش تعجبكم ياسر، كان ممكن ناخذ من عندكم تقتل سامحني افيك فوتخ بيرميسيون. عندنا ان كوغور انجلي اسمه كارل ويكندام باش يجي سنه ثالث مره استاذ، هو يقري في الجامعه الانجليزيه تبارك الله عليه، ويجري لكن بشويه بشويه كل عام يكمل هو الاخراني يخلط ماضي ساعتين نتاع الليل معناتها قبل ما نسكروا احنا الحدود ونحكيلكم كي يوصل باش نحكيلكم بالبرو الجيش الكاتكات نتاع الجيش وراه يعملوا له كورتيج ليكيب الفريق نتاعنا امير وجيرالد وامين وخالد وعادل كلهم في وسط الكاتكات والناس الكل واقفه معاه كورتيج نتاع عروس يزغطوا له حتى للاخر وقت اللي هو يخلط تلمو فرح زغطوا الشيخ اللي احنا فرحنا بيه هب التصويره اللي يحكي كيفاش على الامن في تونس وواحد براني انجليزي يجري في الصحراء معناتها تصور التصويره نتاعو عملت بوز على لي ريزو سوسيو ودارت العالم الكل هذا معناتها احسن بوبليسيتي ما ديما الاولاني يعمل البوز والاخراني يعمل بوز اكزاكتومون احنا نفرحوا بالناس الكل نعطيو دايوغ دي بري اي لي بري شو عندنا احنا المساواه في لي بوديوم عندنا لو بوديوم عندنا 10 000 يورو نعطيوهم 5000 euros podium masculin et 5000 euros podium masculin féminin. Donc, أول مرأة quel que soit الوقت اللي باش تاخذه بعدها هي جريت فرد مسافه تربح فرد سوم هي والراجل. دونك 3000 اورو الميداليه الذهبيه 1500 اورو ميداليه فضه والبرونز 500 اورو. وعندنا زاده تكريم عندنا دي تروفي للي سينيور على خاطر عندنا دي سينيور اللي هم عمرهم اكثر من 60 سنه اللي كملوا السباق كما عمناول سي سعود منال كما مدام نجد سليمان اللي هي اتليت تونيزيان معروفه ياسر وشامبيون وعامله تبارك الله عليها مجهود ياسر في الساحل في قصر رهلين دي ربحت عام ناول. والسنه عندنا حاجه جديده بالكدا دخلنا لي تروفي باغ ايكيب باش نشجعوا لي رانينغ كلوب في تونس الكل. دونك كل ايكيب فيها خمسه مسابقين معناتها عندهم التايمينغ نتاعهم باش يربحوا ان تروفي باغ ايكيب. وعندنا سنه تبارك الله 13 فريق
دونك 13 فريق باش يشاركوا في الخمسه هذه حاجه مزيانه. انا كان في بالي 3000 اورو راني سجلت بالحق اكيد هاي نترينيو من العام الجاي 3000 اورو انا فاضي نجيب نجي مع السيده اللي في الاخر سكورتي وفي الكرم انا نجي مرحبا بكم مدام رايا. في العاده التظاهرات هذهم ديما عندهم عنوان اجتماعي ثقافي اي حكايه انتم شنو السلوغ؟ احنا عنوان رياضي. اول حاجه نحبوا ندخلوا تونس في خريطه ليزولترا تخيل في العالم. نحبوا تونس تولي مشهوره بالليزولترا تخيل وهذه تولينا ثلاث سنين وصلنا له والحمد لله على خاطر توا في الكوميونيتي نتاع ليزاليت غونور هذوما اللي هما الابطال كيف تقول الترا ميراج يعرفوها يسمعوا بها اللي في تونس عندها ان ايفينمون انترناسيونال افيك دي نورم دي ستاندار يصير كل عام في شهر سبتمبر ولاو جو وحدهم. هذه حاجه مزيانه. الحاجه الثانيه هي حابين نطلعوا جيل جديد من المسابقين من الالعاب القوية التوانسه اللي نجموا يجريوا اكثر من مسافه الماراثون اللي هي 42 كيلومتر. والحمد لله توا كما قلت لكم عندنا 60% من المسابقين نتاعنا من تونس. معناتها في تونس توا عندنا شباب رونين سفاكس ورونين رونين كارتاج ورونين كلوب لا مارسا ورونين كلوب تونس برشا ولاد الران في بنزارت وقصر هلال والفلاقه حاسين ما نحكيلكش والعباد حتى في قلبها عام كامل وهي تترين كيم ليزيليت وعباد قادر على 100 كيلومتر ومنهم هذايا انا ياسر فريمون فيغتي 50 فام نساء تونسيه قادره باش تجري 100 كيلومتر. احنا نجريو ديجا من الصباح لليل مش معناتها ما يجروش 100 ما يوقفوش معناتها يلزمهم راهي تحكي هنا على حاجه كبيره. صفصوفه راهي حبيت نسالك على جينيرالمون ليزيفينمون كيف من هكا ديما نلقاو الدعم وراها مثلا وزاره السياحه وزاره الشباب والرياضه. حبيت نسالك على شنو كان دور وزاره الشباب والرياضه في ليفينمون هذايا؟ احنا تظاهره مواطنه معناتها حاضر معنا احنا اوني اون اسوسياسيون سيتويان وما نحبوش نثقلوا على ميزانيه الدوله. دونك وزاره الشباب والرياضه قدمنا لها المشروع وديناه لها باش هي تتبناه وعطاتنا رخصتنا ويعطيهم الصحه وقفوا معنا من الاول مره. دونك سي سا احنا لابروش رخصه برك يعني ما فماش دعم مادي والا احنا في تونس معناتها دوله ميزانيه البلاد من حتى انتم باش تجيبوا انتم كي باش تروجوا للسياحه وباش تروجوا للثقافه نتاعنا ديجا هذا مكسب فيه مكسب مادي يجم يكون وراه مكسب مادي بيان سور. خلينا ساعه احنا نعرفوا بالكورس هذه تقف على ساقيها وندخلوا الفلوس ومن بعد نعملوا ريبارتيسيون كتاب ويعطيهم الصحه هما وزاره الشباب والرياضه اللي رخصونا معناتها في اسرع معناتها لي ديلي لي بلو كور. وعندنا الديوان الوطني للسياحه اللي هو عاوننا باش نستدعاو صحافه جايه من العالم الكل باش تعاوننا معناتها نعطيو ان غيونمون انترناسيونال ان شاء الله. بون اوجوردي يلزمنا احنا راهو ديز ايفينمون تونيزيان il faut pas qu'on demande trop à l'état dawla معناتها كيما الرالي مثلا الرالي كيما حاجه هكا عائله واحده هي فلوس فلوس شكون فلوس المواطنين. دونك لازم نستحفظوا ونعاونوا بعضنا الحمد لله يا ربي كيفما المونتاليتي هذه. ميرسي بوكو مدام رايا بن كيزه. ما تنساوش انه الرالي اللي هو الترا ميراج في جريد باش يكون نهار 28 سبتمبر. امشوا حتى انتم كمواطنين عاديين امشوا شجعوا التوانسه وزاد امشوا تفرهدوا هزوا صغيراتكم هكا عندهم وقت شهير هكا نصيف شهير من اللي بداوا يقراوا. دونك مسالش يزيدوا يتفرهدوا شويه باش نرجعوا نحكي مع مي بالما مي منبع طبيعي ريش مغنيسيوم اي ان كالسيوم بالما اون او دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان.